أعلن مركز أبحاث الفضاء البرازيلي رصد أكثر من 72 ألف حريق في غابات الأمازون الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل. وأكد المركز أن معدل الحريق زاد بنسبة 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث توصف هذه الغابات بكونها رئة الأرض، وتعتبر أحد الأماكن المهمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. سحب الدخان تغطي سماء الأمازون وما وراءها، محولة النهار إلى ليل دامس، والسواد المنبعث من الحرائق طغى على أجواء المنطقة. مشاهد كلها لا تشير سوى أن رئة الأرض في خطر، بل إنها تستغيث جراء اختناقها من الحرائق المشتعلة في الغابات الاستوائية الأكبر في العالم. منذ بداية العام الجاري، وتعرضت غابات الأمازون المعروفة برئة الأرض لأكثر من 75 ألف حريق، وهو رقم قياسي يسجل زيادة بنسبة 84% على حرائق العام الماضي. وباتت الحرائق الضخمة تهدد هذه الغابات وما تؤديه من دور في التوازن البيئي على مستوى العالم. صور الأقمار الصناعية أظهرت حرائق في عدة ولايات برازيلية هي الأكثر تضرراً من هذه الكارثة البيئية، لكن البرازيل ليست الدولة الوحيدة التي تستفيد من غابات الأمازون بشكل كبير، إذ تنتج الغابات المطيرة 20% من الأكسجين الذي يتنفسه العالم، وتحتوي على 10% من التنوع البيولوجي في العالم. وحظيت حرائق غابات الأمازون باهتمام وتفاعل واسعين خلال الأيام الأخيرة، ودخل زعماء دول على خط الأزمة، وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حملة نداءات لإنقاذ الأمازون. المخاوف الدولية من اتساع نطاق الحرائق وتأثيرها على الكوكب امتدت لتصل إلى مدينة بيارتيز الفرنسية، مقر انعقاد قمة السبع الكبرى، حيث اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضية الحرائق أزمة دولية. وتزيد رقعة الحرائق يوما بعد يوم، بل ساعة تلو الأخرى، ولا تأكيدات بشأن القضاء عليها، لكن ما هو مؤكد أن اختفاء هذه الغابات المطيرة سيؤثر على كل شيء من الزراعة العالمية إلى المياه التي تشكل حياتنا بالكامل.